أكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس المؤسسة الملكية للإنقاذ والسلامة المائية على أهمية تعزيز إجراءات الأمان والسلامة على المسابح والشواطئ وتوعية المجتمع بتدابيرها هي عامل أساسي في تفادي الحوادث المؤسفة خاصة بين الأطفال، ونوه سموه بدور الشباب في نشر الوعي والمساهمة في تنفيذ مختلف البرامج والخطط الرامية إلى رفع مستوى الوعي وتحسين معايير السلامة والالتزام بالإرشادات بين مرتادي البحر والمسابح، بما يسهم في تعزيز مفهوم البيئة المائية الآمنة بما يتماشى مع طبيعة مملكة البحرين وتعزيز البيئة الجاذبة للسياحة المائية والترويج لها ونشر ثقافة المحافظة على الشواطئ والمعالم الطبيعية والمائية وحمايتها. جاء ذلك خلال جولة سموه في شاطئ مراسي ترافقه سمو الشيخة نيلة بنت حمد بن إبراهيم الخليفة مؤسس ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الملكية للإنقاذ والسلامة للإطلاع على مراحل تمارين الإنقاذ المختلفة التي تنظمها المؤسسة الملكية للإنقاذ والسلامة المائية، حيث اطلع سموه على تجارب المشاركين في عمليات الإنقاذ التي تراعي في الشواطئ، منوها سموه بالدور الذي تقوم به المؤسسة وجهودها في نشر الوعي بإجراءات السلامة في الأنشطة المائية ومواصلة العمل على تطوير معايير السلامة في استخدام القوارب ودعم تطوير قدرات الشباب والتشجيع على التطوع والاحتراف المهني في الإنقاذ، بما يسهم في خلق فرص عمل للمواطنين ويفتح المجال أمامهم بما يعود بالنفع على الوطن. وأثنى سموه على ما يقوم به متطوعي الإنقاذ من الشباب في تقديم خدمات الإنقاذ وفق المعايير الدولية وتدابير السلامة، والذي يعكس مدى وعيهم بضرورة توفير شواطئ ومسابح آمنة ليستمتع بها الجميع، لافتا سموه إلى أن زيادة عدد متطوعي الإنقاذ من الشباب يسهم في الاطلاع بمسؤوليتهم في المجتمع.